السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي وين بالماضي يقر بصعوبة المهمة، يعني وهي عند الجماهير الجزائرية. الوعود سمعناها في 2019، سمعنا كوب دي موند، نجيبو كوب دي موند، سمعنا فانيك نجيبو كاس افريقيا، ما كان والو. هذا الوعود انايا تا نوصلو فينال، ما نزيدش نامن، نوصلو فينال كاس افريقيا نردوها، ايا فما كنقول وعد تحقق الوعد. 2026 الى ربي طول العمر ما ناش عارفين، بنادم حي وميت، ما تنجبش روحك ضربك ضربك. هذه اللحظه كيما هكا تطيح تموت، يعني من 2026 حي وميت ما ناش عارفين. يعني تشوف باللي غادي تروح نروحوا الفينال، يعني فينال بالك ما نعرف، نقارعوا ونشوفوا صاحب وعود هذه للجماهير. انا ما نقارع لها صورتو، راحت لنا كوب دي موند، راحت لنا بسهوله، ونعطينا هديه لكاميرون اضعف منتخب في 10 متاهلين لماتش دو بارات. والله لا اضعف منتخب، اقسم بالله. حنا عطيناهم هديه، عطيناهم الميليوتيرا، دروك رانا كي نلعبوا مع المنتخبات رانا نعطوهم الميليوتيرا هديه يلعبوا فيه. اوغندا ما عرفوناش، اوغندا ما عرفوناش، يعني كي تشوف ادم زرقان وتشوف زروقي، تشوف وحده راخر كيسموه بن ناصر، خدم خدمه تاع زوج تاع الناس، وحده ادم الونس بن ناصر ولي كبيره شويه، مين دخل ادم الونس. اذا ما نعرفوش كره القدم ما نعرف، هذاك نعرفوه غير شويه ما نعرفش بزاف. وين مشانا وين بالماضي يقر بصعوبة المهمة، وهي عند الجماهير، يعني وين للعودة إلى المنافسة بعد مباراة الكاميرون لم يكن سهل. ربع سنين وانت راقد لها، بالسيف تصيبها ماشي سهلة، بالسيف تتلقى بالأمر الواقع. سنعمل على بناء فريق قادر على المنافسة، والقادم سيكون أفضل. معليش دروك نلعبو تورنوا تاع كارطيات، ما نعرف كيفاش ذي الخطره يقولك بلي كوب دافريك. حنايا رغم انه ولا يقولك مزيه ما نزيدو كونسيبو ما نلعبوش كوب دافريك، على رغنا فرحانين ربحنا اوغندا. راهي في 4 شهور، راهي في 5 شهور وقيله كنا نقولو ما نلعبوش كوب دافريك، كنا نقولو بلي ما نزيدوش نلعبو كوب دافريك، حنا تاع كوب دي موند. هيا وكي ربحنا اوغندا رانا فرحانين. وغندير شي ماتش دو باراج تورنوا تلعب بعد نروحو نكاليفو 24 فريق، يعني امام اوغندا وتنزانيا والنيجر، يعني بكل سهوله زعما ماهيش صعيبه ولا نورمالمو كاع ما نعيطوش اللعابه الكبار. بن ناصر تخليه يريح، انا كنت مقارع زداد كاع حميش، كنت مقارع الطوغاي مع طوبة، هذه ناس نشوفوا. هذه اوغندا، توبا اوغندا كنتو خايفين منها، بغيتو دسيتو السماعات تاع لي زاربيت، يعني جماعتك دسوا السماعات تاع لي زاربيت باش البارتيا، يعني نخسروا على البيصات، قال يا ودي ما جابوش السماعات، والناس تطيح على اصحاب السماعات، يولوا يعرفوا كاع السماعات كيما ولينا نعرفوا كاع مشاكره، يخرج لنا قضية تاع السماعات. خاطش علاه نعرفوا تاع صحاب الفيرما، يعني وين يمشوا بالمشاكل، بغاو يخرجوا مشكلة تاع السماعات بعد قاصامة مشاكرة، يعني دور نطيحوها في السماعات. وين سنعمل على بناء فريق قادر على المنافسة، والقادم سيكون أفضل. احنا في طول المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله بربي نقولوا ان شاء الله، وسيأخذ كل عام فرصته والباب مفتوح للجميع. لم نكن اتصور هذا الدعم الكبير من جماهيرنا، يعني من الجماهير لنا. انتم كنتوا خايفين،
الشعب الجزائري يبغي ليكيب ناسيونال. انتوما كنتو خايفين، كنتو خايفين، دخلتوا النساء اكثر من الرجاله. انا شفت واحد النساء قابلين لي بورتابل يتبعوا في اخرى في ام والد، بارتي تلعب والناس تتبع في ام والد. وين أك... وين وضع وين اوضح المدرب خلال ندوته الصحفيه بعد المباراه الجزائر واوغندا، وين ان التاهل لكاس العالم كان حلم للاعبين وللمدرب وللجماهير خلال 4 سنوات الماضيه. انتوما طمعتونا ونعم، انتوما ماشي طمعتونا باللي غير نروحو نتاهلو، طمعتونا باللي نجيبو كاس العالم. كاين فيديو بونجاح يهدر مع الرئيس الدولة قال له نجي نوصلو كارديو فينال. وخلال 4 سنوات الماضية مؤكد بأن الهزيمة أمام الكاميرون بسبب خيبة، وين سبب خيبة كبيرة للاعبين وتجاوزها لم يكن بالأمر الهين. قال بالماضي في ذات سياق العودة اليوم إلى المنافسة في مباراة رسمية لم يكن سهل بعد الخيبة الكبيرة التي أصابتنا وأنا أوله. حنا الله يسهل دروك، أنا أحد لكم ديموند والله العظيم لكل السماط. أسهل كأس العالم هذه، هذه أسهل كأس عالم. منتخبات عالمية يعني بعد الكورونا وين راهي تعاني. حنا كان عندنا فرصة يعني لاعبين من 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 اخير ما انجبت الام الجزائريه يعني لاعبين في الغربه هنايا باش تبني منتخب متماسك. قعد تقصر، قعد تقصر، دخل في حيط، ضيعناها باطل. كاس العالم هنا اللي غادي تنتهي في قطر، يعني كاس العالم كبيره بالامكانيات وكل، بصح منتخبات يعني ماشي بذيك القوه رانا نشوفوا فيهم. يعني راحت راحت والله لا راحت تاودي، هم باقيين صحاب النبي برك يمحوا هذا مكان. او اذا وانت وانت تزيد تلعب لنا اللعابه، مي تقولنا بلي ودي اللعابه هذو اللي جاو جدد مازال ونقارعوا لهم، مشي الفرصه تاعهم يا ودي، الفرصه تاعهم امام اوغندا ودعمي كل لعابتهم تشوفهم انت تحتاجهم، ماشي هنايا تيضروك تدخل فيه بدران وتجي تقصر عليا. انت خرج طروا يدخل طروا، نهضرو يعني كلاسيك، نهضرو هضره كلاسيكيه، خرج طروا نورمالمون يدخل طروا، يدخل حميش. انت صرات كيما نهار اللي ما عطيتش فرصه للطوبه، تعقل طوبه نهار اللي تبليسه كونت بورتسوانا كنا رابحين بخمسه، تبليسه بن عمري خرجت بن عمري وكذبت بن سبعيني درته فرلاكس ودخلت عبد اللاوي اللي ما كانش يلعب في النادي تاعو، ما كانش كان مطرد من النادي تاعو، دخلته يلعب وخلي الطوبه. طوبه انت كون لعبته في ذاك الماتش يعني كنت تدي عليه نظره، بوركين كونت كاميرون كنت تديرو هو طروا، تدمرو طروا يلعب. انت عاودت الغلطات غير هي تعاود فيها. وين انت وين انت غادي هذا غادي تلعب، صار غادي تلعب صدادقه وحميش تلعبهم في تنزانيا، ما غاديش تلعبهم، ما غاديش تلعبهم. انا كيما كاني قاريها الا ما لعبش بن سبعيني غادي دير طوبه طروا ودير دير تخدم بدران مع ماندي هيا وبن عياده مليا وتقعد تلعب. هذه هي، انا غادي تخلعني بالتغييرات اللي درتهم، تغييرات درتهم روطار، ما كانت عندك الجرأة باش دير تغييرات. كون كنا رابحين اي 1-0 بلال ابراهيمي ما يدخلش، عمورة وما يدخلش، واحد كيما تهدر على على بلال عمراني تقول مازال شباب، يا بلال عمراني عنده 30 عام باقي له 3 ايام ويقبل 30 عام، نهار الاربعاء تولي عنده 30 عام، هذا باين شاب. مكة الصحافي يرد عليه يقول لك اودي بلال ابراهيمي بلال عمراني هو عنده 30 عام. عاد تما جا عاود كي تقولنا بلي عيطت لهم على حساب القيمه تاعهم، والله لا الشعب عيطت لهم، هذا الشعب جابهم كيما جاب بنيطو جبته وعاود بنيطو حنا شفناه باش نحكموا عليه ما نجيب ما يعاودش يلعب. العيفاوي هذا، العيفاوي هذا نهار اللي جبتو عاود رديتو، علاه جبتو عاود رديتو،
ايه ودي رانا ملاح ورانا في الطريق الصحيح. انا وبالخبره رانا قاضبين واحد الطريق ما كاينش اللي يقاضبها، كاع الناس غايره منا على بالكم، كاع الناس غايره من الجزائر. انا نقولها لكم بالك راكم غالطين، كاع الناس غايره.